السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم بدر من لعبة ماينكرافت. أنا اليوم بوريكم كيف طلع دايموند بأسرع طريقة في آيبود أو آيفون أو آيباد ماينكرافت. أجدد أصدار طبعا 7.1 زي ما تشوفون تحت على الجهة اليسار، الزاوية اليسار. سوي كده هنا، تكتب 0.0.4 تحت، تكتب 0.4.0، تخلي بميزان دي، تضغط هذا جالس يحضر الجيم. هي الطريقة سهلة مرة، بس تكتب هذا الشيئين ويطلع لك. يعني انت بس في اول مكان تطلع فيه تنزل تحفر تحت، بس قبل ما تحفر تروح تجمع خشب، تجمع أغراضك يعني، وتحفر تحفر وتنزل لين تحت. أول شي بتلاقي ايرون، أو بعدين كسر الايرون بتنزل تحت كمان بتلاقي جولد، وكسر الجولد خذه، بعدين انزل تحت بتلاقي 6 حبات دايموند، كسر تحت بتلاقي 6 حبات دايموند. الحين أنا بسويها. وانتظار طويل في تحضير الجيم، انتظار طويل. معلش اعذروني اذا كان في اصوات غريبة كذا ودقات. يلا هو الحين يشتغل. هذا هو المكان، إذا دخلت على طول بتلاقي هذا المكان، هذا هو. تحط حفرة هنا عشان تعطي علامة عشان تحفظ المحل حقك. من تروح جمع خشب ترى تروح تجمع أغراضك،
بعدين تنزل بيدك هذا أول ما تنزل نفس الحفرة. أول مكان تجي فيه تحفر فيه وتروح قبل ما تحفر تروح تأخذ خشب. تروح تأخذ خشب وتجمع حاجاتك أغراضك اللي تبغاها قبل التحفير. تنزل تحفر في البداية بتلاقي ايرون زي ما قلت قبل شوي وبعده جولد وبعده دايموند 6 حبات طبعا الجولد حبتين بس والايرون حوالي 6 أو 5 7 حبات كذا 10 خلاص خلاص ما اي هذا انت حطيت فيليكس حبيبي.